اليوم راح نتعرف على 4 شخصيات عراقية. هاي الشخصيات العراقية بما أنه أنا أعرفهم راح أخلي طلابي هم نشوف ما مدى معرفتهم بذني الشخصيات الأربعة، وراح أختار 4 طلاب. تعالوا يعني. يلا حبيبتي اختاري صورة. عرفتيها منين؟ مريم. وجهيها كلمة مريم. أتمنى لك الشفاء العاجل وأن تكوني قوية. ميلاد حبيبتي اختاري صورة. عرفتي هذا من وين؟ هشام الذهبي. من وين؟ هشام الذهبي. وجهي لك اليوم. علمنا فعل الخير وربي حبه. ياسر حبيبي اختار لي صورة. شوف هذا من هو. عرفته؟ محمود. وجهي لك كلمة. أخوي العراق. نور حبيبي تختاري لآخر صورة. عرفتيها من هي هاي؟ أي ليلى. ليلى منو؟ ليلى عطائي. وجهي لك كلمة ليلى. عطتني الشغف بالرسم وأحب رسمها هواي والله يرحمها. عطت الشغف؟